ان شاء الله 21/1 بداية امتحانات الشهادة الاعدادية. طبعا يعني ربنا يعطيها كلها على خير ان شاء الله باذن الله. مريت على 3 لجان في 3 ادارات تعليمية، الولاد مبسوطين من الامتحان، وسألتهم اذا كان في حاجة صعبة في الامتحان قالوا بالعكس ده سهل. مواضيع التعبير جاية لهم جميلة، هم فرحانين بيها. احنا عندنا 137,767 طالب بيمتحنوا النهاردة في 558 لجنة، ده غير 234 حالة ذوي احتياجات خاصة، وثلاث حالات في مستشفى 57/53، وعندنا 2 طلاب كمان بيمتحنوا في الأقسام الشرطية محبوسين. هل في طلاب ما جوش تقدموا الامتحانات؟ عدد الطلاب اللي مثلا ما تقدموش الامتحان؟ لا، هو طلاب الانتظام كلهم تقدموا، والمنازل بتبقى حسب الرغبة. مفيش أي حالات غش خالص.